السلام عليكم أعزائي وعزيزاتي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ مرحبا بكم معي مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو جديد، وهاد المرة بطبيعة الحال غنبدلو شوية وغنمشيو مجال اللوغات إلى مجال الطبخ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جميع المغاربة وجميع المسلمين عامة يحتفلون بهذا اليوم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله. بطبيعة الحال في هذا اليوم إن شاء الله غنوجد معكم إحدى الوصفات اللي هي يعني شعبية، كل شيء كيعرفها، بسيطة وفي متناول الجميع. كما كنتمنى دائما أن يكون ضيفة خفيفة على القلوب المشاهدين والمشاهدات، ضيفة مرحب بها أينما حللت وارتحلت. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفتي. الوصفة الأولى هي ديال الدجاج مبخر، والوصفة الثانية هي الخميرة البلدية. طريقة سهلة ومبسطة وبمكونين فقط، كل شيء كيعرف الخميرة البلدية والأهمية ديالها والدور ديالها، وكل شيء كيعرفها أنها صحية. ولكن كاين اللي ما كيعرفش أي صعوبة. اليوم أشارك معكم واحدة الطريقة مبسطة سهلة بسيطة وباستطاعة أي واحد يوجدها، وعاد تستقلو بطبيعة الحال من المرة الأولى. على العموم أنا نبدأ معكم حاليا بالتصواب ديال الدجاج. الدجاج مبخر كما كتشوفوا معايا، يعني فرش غسلته. الطريقة ديال الغسالة ديالو سهلة، الملحة والحامض. بالنسبة للمكونات، استعملتنا بصلة، شي حاجة ديال القشور ديال الحامض، الربيع، وأربعة ديال سنون ديال التومة. بالنسبة للعطرية، الإبزار، الفلفل الأسود، الخرقوم، الكركم، السكنجبير، الزنجبيل، والقرفة. بالنسبة للملحة، استعملت الملحة العادية ديال دوار زيتون بطبيعة الحال، والملحة المنورة لأنها مهمة مهمة بزاف وصحية. وهذوك القناصي قطعتهم على حسب ما كاين تاكلو شي قوت عامر بهم دخلني ديال الدجاج. من تا واحد نص حامضة عصرتها وزيدتها مع داك العطرية. ودابا عن نصوبو الفرج ديالنا، عن نعملو العطرية ديالو باش يشرب ديك العطرية مزيان ويجينا مبخر طبيعة الحال، يجينا بنين وتبان فيه ديك العطرية. كما كتشوفوا معايا انا كنعمل العطريه يعني حتى من الداخل، كيعجبني يجي المهم. اخوتي هذه هي الطريقه ديال التصوير ديال الدجاج ديالي، كنقدو كنشرملو كما كتشوفوا معايا، يعني طريقه عاديه سهله بسيطه اي واحد كيعرف يعملها. انا المره هذه ما عمرتوش من الداخل، ما بغيتش نعمل مع الشعريه الصينيه او الرز. يعني ما كنلقاش الاقبال لديك الشعريه الصينيه، داكشي علاش انا عمرو غير بديك العطريه اللي كتبقى لي، يعني كتجيب الدفايه من الداخل، كيجي مزيونين وكيجي بنانين. هذا فيما يخص يعني الشرموله. كما دخل ديك الرجلين من بعد غنخيطو ونشد الرجلين ديالو بالخيط. بالنسبه للتطيب، انا كنبيتو هكا في العطريه ديالو، كنبيتو ليه كامل في العطريات. ما شديت واحد فرشيطه او لا، الا كان عنده شي واحد شي حاجه غير فرشيطه يمكن له، ثقبتو بطريقه هذيك باش العطريه تدخل الداخل. ما نقولكمش كي جا صراحه رائع، بنين ورائع. مهم مثل هذه الطريقه هذه، بيتو عملتو في الطاسه خليتو حتى الصباح وعاد كملت عليه الخدمه ديالي. انا العموم خديت هذا البابي الومنيوم ومباليتو في البابي الومنيوم. بعد ما امباليتو كما تشوفوا معايا غنثقبو عاوتاني بواحد الفرشيطه، ومن بعد اني يكمل الطياب ديالو غندخلو بطبيعه الحال ماشي غندخلو الفران عفوا، غنحطو في الكسكاس باش يكمل التبخار ديالو. المهم هذه هي الطريقه ديال لومبلاج، طريقه عاديه سهله كل واحد كيعرف يعملها، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وهذه هي الوصفه ديالنا، وصفه شعبيه كلشي كيعملها في جميع المناسبات الا كتلقى الدجاج طبيعه الحال حاضر. كما كنتمنى دائما ان يكون ضيفه خفيفه ليكم، والوجبات اليوم بطبيعه الحال تلقى الاعجاب ديالكم وتنال الرضا ديالكم. غير باش يدخل الهواء منتش،
ماشي زاد الماء. ايوا صافي. بالنسبه للماء هذا نحضر معكم واحد لاصوص، وانا نعمل هذا الماء هذا باش يزيد يبان لنا لاصوص. لاصوص غنحتاج فيها هاد الكبد هادو معايا، عندي هنايا، عندي هنا الكبده، وعندي هنايا هاد العنق قطعه ضرب صغيره من هاد الجنيبه، لان مادام درتني ضروري المذاق ديال الدجاج، لا كدير الدجاج ما بغيتش نعملو انا اطنب. المهم نخليكم نحطو يطيب ونرجع معكم من بعد. المهم اخوتي هي الدجاجه بعد ما طابت راه كتشوفوها راه طايبه مزيان، قصه انا بالموس طايبه. ندخلها الفران هانتوما كتشوفو يعني العطريه بقات شاده فيها، عندنا شي حاجه ديال الزبده. بالنسبه للدهن كاين اللي كيعمل يعني المطار، كاين اللي كيعمل الزبده والهريسه، انا عندي غير الهريسه ديال الدار اللي مخلاها كتكون حاره، هذيك ما ياكلوها ليش البنات على حساب يجيهم حار يعني الدجاج. داكشي علاش درت غير الزبده سخون، ما نقدرش نقلبو بيدي، نقلو غير الزبده، والزبده حتى هي كتعطي واحد اللون ذهبي ومزيون. المهم هذا هو الدجاج ديالنا، وهذا كما كتشوفوه اللي طايب هو هذاك، هذا حقه وطريقه. بالنسبه لمده الطهي انا ما نقدرش نقول لكم يعني اكثر من ساعه، ولكن انا ما شديتش الوقت على حساب كنت كنعمل شغل اخر معاه. كنعمل شغل اخر يعني ما شديتش الوقت، ولكن ديك ساعه ساعه ونص يكون الدجاج ديالك يعني واجد. هذا بالنسبه للخيط غندهنوا. المهم دابا غندخل هاد الدجاج هذا من الفران وغنكمل شغلي. المهم اخوتي دابا انا نمشي للمريقه اللي عرفت بها الدجاج، نزيد عليه المرقه يعني انا غير التقميره. انا قطعت بصله نص معها الزيت وخليتها تتقلى، غنزيد معها هاد العنيق وهاد الجنيق، شي حاجه ديال البيض، و السنون ديال الثوم، عملت ثلاثه ديال السنون ديال الثوم. وغنكمل على العطريه ديالي كما كتشوف يعني دايبه يعني واجده هي هاديك. هنايا العطريه عندي خرقوم يعني خرقوم ابزار الفلفل الاسود، سكنجبير، الزنجبيل، القرفه، هنا الزبابه ديال الحامض، هنا الملحه عاديه والملحه ديال النوار. بالنسبه للكبده غنخليها هي الاخرانيه، الكبده راه كطبنا البصله كنعملها الاخرانيه. بالنسبه للمرقه غنعمل هاد المرقه هادي اللي كانت عندي مع الدجاج، هي المرقه اللي غنورط ليها ونخلي هاد البصله ديالي تزيد طيب مزيان، يا دغيا عاد طيب مع هاد الطرفين ديال الدجاج باش يعطينا النسمه ديال الدجاج. المهم هذه هي الدغميره ديالنا كما كتشوفوها بعد ما طابت يعني مزيان وطرب ديك الدجاج، نزيد عليها هاد الكبده هادي، هاد الكبده هي وشي حاجه ديال الربيع لان المذاق ديال الربيع في الاخير كيجي مزيان. وغنخليها حتى تنشف المغاره وتوقف على الزيت باش كتجي الدغميره مزيانه. المهم اخوتي هذا هو الدجاج ديالنا بعد ما خمرناه في الفران كما كتشوفوا معايا، رافقته بهذه الخضره هذه اللي متواجده، بطاطا، خزو او جا داك واحد شنو كيسميها، وشلاضه ديال الروز والمكرونيه وشي حاجه ديال الجلبانه. بالنسبه للصوصي هذه كما كتشوفوها جات ثقيله معلكه يعني صراحه كتجي رائعه رائعه. على العموم كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنساوش طبيعه الحال دائما دعمونا. هذا هو البيض مسلوق طريف كلاتو ملك ملك كذا كلي كتسرق لي، شنو كتسرق لي يا ملوكه؟ الحال زوينه ولا خايبه؟ زوينه. يلا شكرا لكم للمتابعه. وبالنسبه خوتي الخميره البلديه كما قلت لكم عادكون بمكونين فقط وموجودين في اي منزل. غنحتاجو الدقيق، الدقيق في اي نوع من الانواع اللي بغيتو، المهم انا استعملت فرص. وغنحتاجو ايضا الحمص وغنحتاجو الماء. وصفه كما قلت لكم يعني سهله 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 بزاف وبسيطه بحال العاده، يعني كنخلطو الدقيق مع الماء كتكون خفيفه الماء ديالو ماشي يعني ثقيله، وكواحد كما بغيتو بغيتو تعملوها ثقيله يعني ماشي مشكل. المهم خليته بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. ومن بعد ما خلطت انا العجينه انتما كتشوفوها معايا، غنحط عليها داك الحبه ديال الحميص، غنحطهم
وغنخليهم في الصباح غنمشيو نتفكرهم، غنلقاو الخميره ديالنا واجده وكلشي كيعرف الخميره البلديه والاهميه ديالها والفوائد ديالها. كتحافظنا اول حاجه على الخبز واحد المده اللي هي طويله، وايضا عندها فوائد صحيه مهمه للجسم ديال الانسان. من داك الطاسه وخليتها حتى الصباح، هانتوما تشوفوا معايا النتيجه. المهم اخوتي هي الخميره، شوفوا راها خامره خامره، دابا كتبان لكم خامره. كتشوفوها كاينه بزاف ديال الطرق ديال الخميره البلديه، كما ان شاء الله نشارك معكم واحده. ايوا دابا انا شنو بيها. المهم اختي دابا انا جن كما كتشوفوا معايا، عندي هنا الطحين فورس، وعندي هنا فينو، وعندنا الطحين ديال الزرع، خميره ديال الحبوب، واحده معلقه ديال الزيت، وطبيعه الحال الملحه ديال الزرابن ضروري ملحه الزرابن. وهذه هي الخميره ديالنا كما كتشوفوها، يعني خامره. هنزول منا داك الحمص اللي عملتلها البارح ضروري، ونخليوها شي فيها. وبطبيعة الحال نزيدو الماء، شوفو راها خامرة تبارك الله. كاينة بزاف ديال الطرق ديال الخميرة البلدية، غنشاركو مرة إن شاء الله كيما قلتلكم، غنشارك معاكم وحدة من هي الخميرة البلدية، يعني الخميرة البلدية عادية. أنا ما عرب باشي نخليها، يعني أنا من غير هاد المرة على حسب، أنا ما كنعجبش بزاف فيما نبغيها نصاوبو. شوفو كيعملها يعني خامرة، وكينا يعني صراحة أنا سولت غير الناس على الطريقة ديال الخميرة البلدية، هما اللي عطاوهاني، واحد المرأة كبيرة هي اللي عطاتني الطرق ديال الخميرة البلدية، ولكن الخميرة البلدية يعني القديمة الأصلية هما ما عارفين شي الطريقة ديالها، وما عارفينها شي يعني كيفاش تصوبت. ولكن إن شاء الله غنزيد نسول لكم عليها، ونشوف لكم نجيب لكم المعلومات والأخبار. مازال نزيد نسول على الخميرة هذيك كيفاش كتصوب، على حسب ما الخميرة هذيك ما كيصوبوهاش في الدار، يعني ملي كتسالى كيجيبوها من عند شي واحد وصافي. المهم اختي باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا غنكمل بالعجينه ديالي، ونخليكم دابا نكمل العجينه ونرجع معكم ان شاء الله. المهم اختي دابا انا ساليت بالعجين، خليتها كتنطرح شويه. اول حاجه دهنتها بالزيت، خليتها كتنطرح شويه. بالنسبه للتكوير ديال الخبز والتخبز ديالها، كنبغي نقرصها بالسميده هذه ديال الزرع، هنجيبها معايا انا مضر. المهم كنقطع الخبز يعني عادي نفس الطريقه اللي كيعملها اي واحد، كنلبس على صغيره وكنكورها هنا. كل واحد والخبزه اللي كيعملها، كاين اللي كيعمل خبزه كبيره، كاين اللي كيعملها صغيره، كل واحد يعني كلشي كيبقى اختياري، وكل واحد و الشكل اللي كيبغى. المهم العجينه عندي تقريبا خضراء كما كتشوفوها، غير غنقرصها غنديها من بعد. المهم خليكم تسالوا اخوتي، هذا هو التقرص ديالنا كما كتشوفوا ديال الخبز. بعد ما ساليت جاوني ثلاثه ديال الخبزات، انا نديهم دابا نقرن ديال الزنق. المهم هذه هي الخبز ديالنا كما كتشوفها، يعني عاد ساليت من العجين ديالها تقريبا خضراء، غنديها ونرجع. بالنسبه للخبز اختي ها هي جبتها من الفران كما كتشوفوها، غساله مخمره مزيانة من جوج جهات، يعني من دوفرات من الجهه هادي ومن الجهه هادي، يعني جات تبارك الله ما شاء الله، يعني غساله كما كتشوفوها يعني رطبه. كنتمنى لكم ونرضى ديالكم بطبيعه الحال، وهذا هو الوصفه ديال اليوم.